عشان كده حتى في الاستفتاءات السنه دي ما شاء الله ما من استفتاء اجري بين الجماهير او بين النقاد الا وكان الاهلي نمبر 1 وكان الكابتن محمود الخطيب ذا فيرست. الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي تسلم جائزه وشوشه عن كابتن محمود الخطيب احسن رئيس نادي. جائزه افضل رئيس نادي عام 2020 محمود الخطيب، ويتسلمها الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. بشكر القائمين على الحفل كله، الاستاذ علاء الكحكي والاستاذ احمد الهواري وكل من ساهم في انجاح هذا الحفل. كل التحيه والشكر لجمهور النادي العظيم، جمهور النادي الاهلي. يعني انا واقف نيابه عن كابتن محمود الخطيب، ده موقف طبعا يعني بيخليني بحس بالاجلال لرمز من رموز مصر، مش مجرد في الرياضه بس. كابتن محمود الخطيب في حياتنا زي ام كلثوم، زي عبد الحليم، حاجه مبدعه. كابتن محمود الخطيب بعيدا عن نجاحه الحمد لله كلاعب موهوب في تاريخ الكره المصريه وكاداري ناجح وكقيمه، فهو اخلاق تمشي على قدمين. كابتن محمود الخطيب اللي ما لا يعرفه الكثيرون ان هو حصل على 62 بطولة سواء لاعبا أو إداريا. تحية خاصة لكابتن محمود الخطيب وجمهور النادي الأهلي العظيم. أنا دايما بقول أن كابتن محمود الخطيب واحد ممن أسهموا في زيادة شعبية النادي الأهلي، فكل التحية لي. يعني هو تحدث كما ينبغي عن الكابتن محمود الخطيب زمالك وعضو مجلس اداره، وشعر بقيمته وشعر ودي اللي بحبها بقى في مجلس اداره النادي الاهلي، دايما هذه اللحمه وهذا التقدير المتبادل. كل واحد عارف دوره، كل واحد يعني ما بيحاولش يعني زي ما بيقولوا يخطف الكاميرا هو. العمل الجماعي هو البطل في النادي الاهلي من مجلس اداره حتى فريق الكره. وعشان كده مش من فراغ ان يكون الاهلي احسن نادي وفرقته احسن فرق، فاكتر من استفتاء طارق قنديل ياخد نفس الجائزه في نفس الحفل، جائزه وشوشه للاهلي احسن نادي. كلمه ختاميه اتفضل يا فندم. لا قدرت يوم تحت. طبعا من دواعي الفخر والسرور ان اتسلم جائزه النادي الاهلي، نادي القرن في افريقيا، نادي الذي يتمتع بالجماهيريه العظيمه، اعظم جمهور في الكون، النادي الحاصل على 140 بطولة رسمية في تاريخه، منها 21 بطولة قارية و42 دوري عام و37 كاس مصر. تحية كبيرة للنادي العظيم. لا وجاي مذاكر. لا راجل بنكير كمان حافظهم لهم بالرقم. لا شيء يشعرك بالزهو طبعا. صحيح. تلب جايزتين افضل نادي وافضل رئيس نادي مؤكد في جدارة يعني. صحيح.